شكرا لكم مرة أخرى على اختياركم راديو أصوات، ومرحبا بكم في برنامج لكل أسرة. اليوم رفقة الدكتور عماد، كيف ما سبق لي وذكرت، غادي نتكلموا على الثوم والفوائد ديال الثوم على الصحة ديالنا. غنتكلموا أيضا على الطرق الصحيحة لتخزين الثوم، وكيف ما قلت كاين بزاف ديال الناس كل واحد كيفاش كيبغي يخزنها ويحتفظ بها، شنو هي الطريقة الصحيحة والسليمة باش هذا الثوم يحافظ على المواد والفوائد ديالو كامله نستفدوا منها. طيب دكتور عماد، ملي كنتكلموا بعدا على الثوم، في اين فصيله غادي نحطوا هذا؟ واش في الخضر، واش في الاعشاب، واش في النباتات؟ اكيد ماشي في الفواكه. نعم، هو الثوم كيدخل في نطاق النباتات، لان او البصيليات، لان النباتات اللي كتكون عندها بصيله، فهذا هو الترتيب ديالها فين كتحط يعني الثومه. والثومة اللي ما كيخفاش علينا انها من المواد الطبيعيه القديمه جدا، لدرجه ان الفراعنه كانت من النباتات المقدسه عندهم، وكان كذلك كنلقاوها في الرسومات ديالهم اللي كانت في الاهرامات. وهنا كنعرفوا كيفاش كانت هذه الثومه هذه كتستخدم في العديد من الاستعمالات، غير هو دائما كتبقى بين قوسين الاستعمال ديال الثومه كيخصنا نديروه بحذر، خصو يكون بطريقه امنه، وهذا اللي غنشوفوا ان شاء الله مع بعضياتنا. طيب الثومه واش فيها بزاف ديال الانواع دكتور عماد؟ لانه كنلقاو مثلا الثومه اللي لون ديالها ابيض، كاين الثومه اللي تكون حمراء، كاين الثومه اللي تيكون لون ديالها بحال شويه مصفر، يعني كاين اللي كنلقى مثلا ذاك العقيده ديالها ولا ذاك الراس ديالها كبير، كاين اللي كتلقاه صغير، يعني واش كاين فرق اولا راه نفس المكونات؟ فاي نبته كيف ما كانت، يعني حنا كنشوفوا بحال حيت النباتات هي عباره على كائنات حيه اللي كتماشى مع فين كتحط او المناخ اللي كتحط فيه. بحالنا حنا مثلا اللباس اللي كيلبسوا الاسكيمو في المناطق اللي كتكون بارده ماشي هو اللي كنلبسوا حنايا في هذه المناطق اللي كتكون فيهم درجه الحراره معتدله، ولا في مناطق اخرى استوائيه اللي كتكون فيها درجه الحراره مرتفعه. فكتلقى كل واحد وكيفاش كيكون ذاك اللباس ديالو، كيفاش كتكون اللون ديال البشره ديالو، كيفاش كيكون المقاومه ديالو لهذا الفصل او لهذه النوعيه هذا ديال المناخ. فهكذا دايرين النباتات، وهكذا دايره الثومه مثلا او غيرها من النباتات. فهي شنو هو اللي كيفرق اللون ديالها؟ هو المواد اللي كتكون فيها، التركيز ديالها. كاين مواد اللي كتكون مركزه اكثر. والحمد لله على بلادنا، لان النباتات او المواد الطبيعيه اللي كنلقاو في البلاد ديالنا هي نباتات اللي فيها مركزات ديال المواد الاساسيه فيها كتكون طالعه بزاف. فلهذا ملي كنهزوا ديك الثومه الحمراء ديالنا حنايا الاصليه البلديه ديالنا، كتلقاها مجهده، كتلقاها كتلسع، كتلقى ذاك اللون، ذاك الريحه ديالها كذلك قويه بزاف. فهذا علاش ان هذا الاختلاف اللي كيكون. اكيد ان الثومه الحمراء كتاخذ المرتبه الاولى اللي هي كتكون طبيعيه وكتكون ديالنا، ولكن بين قوسين كتبقى الانواع الاخرى ديال الثومه. فإلا هضرنا على طبيعيين يعني ما ماشي مجففين، فدوك الانواع كتكون قليله شويه في التركيز ديالها، خاصه في المواد الكبريتيه. علاش؟ لان ذاك الحرقه او ذاك الحريق اللي كتعطيها هذيك الثومه ولا ذيك الريحه يعني اللي قويه والتركيز ديالها اللي كيكون كبير، وديك لاسيديتي اللي كتكون فيها ولا ديك اللسعه اللي كتكون فيها، فهذيك هي اللي كتشعل هذوك المركزات ديال الكبريت اللي كنا هضرنا عليهم. كاين مساله اخرى، ان كاينه واحد الثومه اللي كتجي تجاريه وكتجي يعني في مخزنه وكتجي من دول اخرى، فهذيك الطريقه اللي كتكون جايه بها وكتاخذ واحد الوقت باش كتنقل باش كنجيبوها او باش كنستوردوها، ففي الطريق ديالها كتعرض لبزاف ديال العوامل اللي كيمكن تاثر على الجوده ديالها، وهكا كتولي القوه ديالها كتمشي حتى ل 50%. وهذا الشيء علاش كتبقى دائما حتى ل 50%؟ اكيد كتنقص، لان كاين الرطوبة، كاين داك كذلك المؤثرات الخارجية اللي كتكون درجة الحرارة كتختلف، والبلاصة اللي كنخزنوا فيها. فالثومة كيخصها تخزن في واحد البلاصة اللي تكون ما كتدخلش أشعة الشمس. نعم، وهنا غادي نشوفوا مع بعضياتنا الطريقة السليمة كيفاش نخزنوها باش نبقاو محافظين على المزايا ديالها. طيب اسمح لي قبل ما نتكلموا على هذه الطريقة، قبيلة تكلمتي على أنه يعني ملي كنجففوها، يعني ملي كنبغوا نجففوا الثومة راه ضروري كدوز في واحد درجة الحرارة، يعني هادشي كينقص من الفوائد ديالها، كينقص من المواد ديالها. دكتور عماد، لأنه مثلا كنشرو الثومة بودغ، الثومة مطحونة. لا شوف، التجفيف اللي كيكون مباشر
فماشي هو الجفيف اللي كيكون جاي والثومه كتكون مغلفه. يعني الا بغينا نجفوها ضروري ما كنفرقوا دوك الدروس ديال الثومه وكنحيدوا منهم غير الماء، ولكن المده ديال الجفيف كتكون قليله ما كتكونش طويله. حيت كاين بعض محل دابا الثومه كاين 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 بعض الحالات اللي كتستغرق حتى لشهر ونص حتى لشهرين في الطريق ديالها باش كتكون جايه، فحتى هي كتقدر تعطينا هذا المشكل. ولا في طريقه التخزين ديالها، لان كما قلنا الرطوبه زائد درجه الحراره المرتفعه، فما ما كتبقاش الثومه محافظه على المزايا ديالها. ولا لاحظتي حتى التجفيف ديال الثومه كيكون في الثومه ديالنا حنا البلديه، علاش كتكون باقا محافظه على المزايا ديالها؟ وحتى الا قلبتي ديك القشره ديالها كتلقاها قاصحه شويه وبحال المطاط، يعني مطاطيه. بعض الحالات كاع الثومه الا جريتي ديك القشره ديالها ما كتبغيش تقطع، فهذا دليل على انها متماسكه وذاك التماسك ديالها محافظ لينا على المكونات اللي لداخل. اما على العكس ملي كتلقى ديك الثومه اللي كتكون روميه في بعض الانواع ديالها، ما حنا ما كنعموش اكيد، فلما كتقيس ديك القشره كتلقى دغيا كتهرس وكتحيد بسهوله. كتلقى بحال شويه يابسه ديك القشره. يابسه، فهنا كيبان لك الطراوه وكيبان لك واش شكون اللي مزيان وشكون اللي خايب. كاين بزاف السيدات كيستعملوا ايضا حتى القشور، بما انك ذكرتي القشور دكتور عماد، كيستعملوا القشور ديال الثومه تيجمعوهم حتى واحد الكميه كبيره، ومن بعد كيطحنوهم كيبداو يستعملوهم في الطياب. يعني تما القشور مزيانين تما فيهم الفوائد. ففكره جميله جدا، لان خصنا نعرفوا بان القشور ديال الثومه ولا لي زالياسي هذه العائله ديال الثومه ديال البصله باش متميزين، هنا ذاك القشور ديالهم كتلقى فيهم غاديين الحموريه، غاديين واحد النوع ديال الحموريه بحال غدا النحاس. فهذو كيكونوا غنيين بالاملاح المعدنيه، كيكون فيهم الزنك، كيكون فيهم النحاس، كيكون فيهم الحديد، وكيكون فيهم السيلينيوم. فهذو من المواد او المواد المهمه. ولا لاحظتي حتى في المطابخ الاخرى، وخاصه مثلا المطبخ الايطالي، كتلقى ان الثومه كيطيبوها هكاك. أيه. ما كيقطعوا غير كيهرسوها شويه، كيخليها بالقشور. كيخليها بالقشور لان الفائده في هذوك القشور. طيب. زائد مساله اخرى، ان الثومه لما كتخلط مع زيت الزيتون كترفع من الفعاليه ديالها 10 ديال المرات الفعاليه النافعه. وحتى زيت الزيتون فيها واحد الاحماض الدهنيه غير مشبعه. هذوك الاحماض الدهنيه غير مشبعه فالفائده ديالهم كتزيد ترتفع ملي كنعطيوهم هذوك الكبريتات اللي كتكون عندنا في الثومه. فلهذا كنصحوا الاستعمال ديال الثومه في الطبخ ولكن بزيت الزيتون. بزيت الزيتون غير واش مثلا نطيبوها في زيت الزيتون؟ بعض الخطرات مثلا الناس في الوصفات الشائعه ديال العلاج نزلات البرد كنديروا الزيت والثومه كيسخنوا بجوج. والزيت العود ما خصوش درجه الحراره مرتفعه. حنا غنشحروهم، خصهم يتشحروا. يعني بشويه. نعم. طيب غادي نرجع للتخزين دكتور عماد. مثلا عندي الثومه واحد الكميه كبيره وبغيت نحتفظ بها، مثلا ثومه بلديه ديال البلاد فيها فوائد كثيره، بغيت نخزنها في الدار ما غادي نجففها ما حتى شي حاجه، شنو هي الطريقه الصحيحه وشنو المكان المناسب للتخزين؟ ما كاينش محسن اننا كناخذوا واحد القرعه ديال الكونفيتور ما كاينش شي دار اللي ما فيهاش اللي كتسد مزيان باش نقربوا اكثر ونلقاو السهوله في الاستعمال ديالها، ولكن كنديروها في القاع ديال القطن. كنديروا القطن في التحت باش كديك الثومه كتبقى في القطن، يعني دوك المواد ما كيهبطش داك الغاز حيت حيت ملي كنسدوا على الثومه في واحد القرعه ديال الكونفيتور، ولكن دوك القرعه دابا راه كيتباعوا محكمين السد، كنديروا القطن لتحت. علاش؟ باش كيتم الامتصاص ديال الرطوبه وكيحافظنا على داك الغاز، حيت راه كاين ان غاز اللي كيكون عندنا في الثومه ولا مثلا حتى في البصله، راه داك الغاز هو ملي كنكونوا كنقرضوا كيعمل لنا العين ديالنا او كيعطينا الدموع. فحتى الثومه فيها واحد النوع ديال الغاز، وبهذه الطريقه كيمكن نحافظوا عليه. يعني كنجيبوا دوك الريوسه ديال الثومه كنديروا القطن من التحت، اكيد القطن خصو يكون نقي معقم، كنحطوه وكنسدوها، كنحطوها في واحد البلايصه في البلاكار ديالنا اللي ما كتدخلش اشعه الشمس، ونقيسوها ما تكونش فيها الرطوبه، ما تكونش فيها داك الندى، وهكا كيمكننا نستعملوها بطريقه امنه. الشائع ايضا دكتور عماد، بزاف ديال مثلا السيدات كيخليو الثوم في دوك في الشبكه اولا في شي حاجه اللي كتكون كتهوي، لان يعني كيقول لك الثومه ما خصناش نسدو عليها، ممكن انها تخسر، ممكن انها تلوى لينا، ممكن المهم ما تبقاش صالحه للاستعمال. الثومه الا قاسها الماء ما خصناش نخليوها مسدوده، ولكن الثومه اللي كانت يابسه ما فيهاش الماء فهذه احسن طريقه لك. شنو هي يعني الثومه عاديه؟ الثومه عاديه غير الراس ديال الثومه نديرو في قرعه ما نخافوش. نعم، داك الراس اللي مجموعين فيه هذوك الدروس ديال الثومه هو اللي كنحطو غير ما يكونش قيسوا الماء، ولا كنقيسوا الماء هضره اخرى هذيك. طيب كيف ما ممكن اننا نديروها بهذه الطريقه مثلا في شبيكات ونعلقوها في مكان اللي ما فيهش الرطوبه؟ نعم. وما فيهش حراره كثيره وما كتدخلوش اشعه ديال الشمس. بالفعل، غير هو كما قلنا ان حتى المزايا ديال الثومه كتفقد الا خليناها في يعني في لاغ اومبيون، يعني خليناها في
هكاك على الهواء ما كتبقاش ديك القيمه ديالها وما كتبقاش داك التركيز ديالها. طيب دكتور عماد غادي نمشيو نستقبلوا الاسئله ديال المستمعات والمستمعين ديالنا وغنتكلموا على الاستعمال ديال الثومه وهادشي من خلال الاسئله ديال المستمعات لانه الثومه عندها استعمالات كثيره كيف ما كنستعملوها في علاج مثلا او في الوقايه من بعض الامراض كنستعملوها مثلا في الوصفات ديال التجميل ديال الشعر او ديال البشره وكاين بزاف ديال الوصفات اللي تكلمنا عليهم اكثر من مره دكتور عماد اللي خاطئ لان الثومه كيف ما كان واحد الماده فيها واحد المواد اللي هي التركيز ديالها عالي يعني يقدر يكون عندها اثر على البشره ديالنا. فاطمه زهرة كتسولك دكتور عماد واش ممكن نحكو الثوم على الفراغات ديال الشعر ديالنا وداك العصير ديالو نستعمل العصير ديال الثومه نستعملو لتبييض الاسنان؟ نعم فاول حاجه بعدا الا قلت لي الا يمكننا نحكو الثومه مباشره على الفروه الراس فيمكننا ناخذ وقت نديروا فيه الماء القاطع وندهنوا به الجلده ديال الشعر ديالنا يعني بلا ما نعذبوا راسنا ياك. انا قربتها اكثر يعني عطيت واحد المثال اللي كنفهموه شحال شنو هي الخطوره ديالو. راه كيما الماء القاطع كيحفر ما بين الزليج ملي كيديروا كتشوف كيفاش كيدير ذاك التفاعل راه هكا كيوقع علينا التفاعل في الجلده ديال الشعر لان هاد ذاك لو جيرمانيوم اللي هو عباره على واحد الماده كبريتيه كتكون عندنا في الثومه فلما كنحكوا على الفروه الراس كتدخل في تفاعل مع ذاك الزهم اللي كيكون عندنا في فروه الراس ذاك الليدام اللي كيكون عندنا في فروه الراس اللي مهم ليها باش كيبقى محافظ عليها وكيحرق ديك الجلده الاولانيه اللي كتكون كتعطينا الوقايه. نعم. فمن بعد كيوليو المشاكل اذا بدايه بواحد الحساسيه مفرطه كتبعها واحد تساقط الشعر يعني مهول وفي بعض الحالات كيمكن تحول صدفيه كيمكن تحول كذلك التهابات خطيره على المستوى ديال الفروه ديال الراس اللي كيخصنا واحد المجموعه ديال الادويه باش يمكننا نعالجوها. ثم واش نبيضوا بها الاسنان فما كاينش شي علاقه علميه او صيدلانيه ما بين الماء ديال الثومه وما بين التبييض ديال الاسنان فهذه تبييض الاسنان بالثومه فهنا ما كاين حتى شي علاقه. عندنا السؤال ديال عبير كتقول لك دكتور عماد واش الثوم على الريق مزيان؟ سؤال ثاني ديال الاخت هدى اللي كتقول لك دكتور عماد او عفوا ديال الاخ سمير فلاح اللي كيقول لك واش الثوم يوميا على معده فارغه مفيد ومضاد للاسهال الحاد؟ نعم فجوج ديال الحوايج اللي متناقضين جوج ديال الحوايج اللي خطيرين لا هكا ولا هكا. فبالنسبه خاصه الاخوات اللي مشاو تاخذوا درس ديال الثومه كل نهار على الريق ف الطونسيون ما باقيش غيطلع لان الطونسيون ديما يبقى هابط. علاش؟ لان النساء كيكون دائما عندهم طونسيون شويه خفيف وشويه هابط فلما كناخذوا هاد الثومه وعلى الريق كيمكن الطونسيون يهبط ويولي دائما الدوخه ويوليو الاحساس بالمعده ديالنا وبالمصارن ديالنا ما كيتصرفوش يعني ما كيشتغلوش بطريقه منتظمه فهذه مساله خطيره. بالنسبه لواش كيعالج الاسهال على معده فارغه فانا غندير معهم واحد التحدي اللي هو ثلاثة ديال السيمانات إلا خداو الثومة بهذه الطريقة غادي تولي يعني غيبداو بمضاعفات خطيرة على المستوى ديال المعدة ديالهم لأنها كتسلخ الجلدة ديال المعدة. أننا ناخذوا الثومة بهذه الطريقة هذه على الريق ويوميا وعلى معدة فارغة لأن التركيز ديال الحموضة كيزيد حيت هي كتهيج ارتفاع او كتهيج الافراز ديال الحموضه داك لاسيد كلوريدريك داك الحمض اللي كيكون عندنا في المعده لما كنديروا ليه الثومه فهذوك المواد اللي في الثومه كيهيجوا لنا الافراز ديال هذا الحمض وتصور الحمض كيتزاد في الافراز ديالو المعده فارغه فاليوم غدا بعد غدا اللي موراه فشنو كيوقع كيولي كيتحرق لنا هذيك الجلده اللي كتكون رهيفه في المعده ديالنا ولا قدر الله كنوليو في قرحه المعده وإلا دوزنا وطولنا واحد المده طويله فكيمكن تضاعف في سرطان ديال المعده لهالدرجه لهالدرجه. نعم. فالله يجازيكم بخير المساله ديال الثومه على الريق تجنبوها نهائيا. طيب عندنا سؤال ديال ابتسام شفيق اللي كتقول لك طريقه استخدام الثوم للزكام يعني طريقه صحيحه كاين بزاف ديال الطرق. نعم فشوف انا كنشوف واحد الطريقه جميله جدا اللي امنه ناخذ جوج دروس ديال الثومه غادي نطبخوهم في كاس صغير ديال الماء بنتي تطبخو مزيان غير الدروسه ديال الثومه ما نحلوهمش نخليهم بهذيك القشره الحمراء ديالهم طبخوهم في كاس صغير ديال الماء حتى يتطبخ مزيان هذا المحلول وكنصفيوه في واحد القرعه اللي ما كتدخلش اشعه الشمس كنحطوه في الثلاجه
وهذاك المحلول كناخذو معلقه صغيره منه وكنخلطوها بكاس ديال الحليب سخون ولا الكاس ديال الماء سخون وكنشربوها في الصباح مع الفطور. يعني طيب. الصعب هذا الفطور، فهذه غتكون مسألة آمنة. عندنا سؤال ديال السعدية من الدار البيضاء، كتقول لك دكتور عماد، الأم ديالي كيطلع ليها التونسيون، وفيما كيطلع ليها التونسيون كتاخذ ثومة كتاكلها هكذاك طرية، وكدير أيضا ثومة في ودنيها. نعم، فالثومة في الودن غير هي شوف حالة نفسية، لأن ملي كدير الثومة في الودن كتقول بأن غادي كتعاون هاد الناس هادو الله يشافيهم ديال الضغط والله يحسن العوال، لأن كنعرفوا الإنسان ملي كيطلع عليه الضغط راه الراس ما كيبقاش يخمم، كيبدا يقلب على أي حاجة، فحنا كنعرفوا هاد الحالة هادي شناهي. إذا كنديروا الثومة في الودن غير بحال قلتي كديرها كتعاون، يعني نفسيا كتولي كتفرز واحد الهرمونات ديال الراحة، لان حتى الانسان ملي كيطلع عليه الطونسيون ما خصوش يتوتر بزاف، باش الطونسيون ما كيكونش واحد الحده في هذاك الحرق. ايوه الثومه واش كتهبط الطونسيون؟ نعم كتهبط الطونسيون، فانا من الاحسن كنفضل واحد الطريقه سهله اللي جداتنا كانوا كيديروها، انك ياخذوا واحد جوج دروس ديال الثومه ولكن كيقطعوهم في مطيشه محكوكه، واحد مطيشه كيحكوها وكيخلطوها معها مع شويه ديال المعدنوس غادي تخلط ونديروا فيها الحامض، نعصروا عليها الحامض فنخلطوها وناخذوها، فهذه غادي تكون وصفه منها مغذيه ومنها هذيك الثومه ما تاثرش لينا على المعده، وخاصه كنعرفوا الناس اللي السن ديالهم كيكون شويه متقدم كيمكن تعطيهم مشاكل، وحتى الناس يعني اللي فايتين 40 سنه فتا هما كيولي عندهم مضاعفات على المستوى ديال الجهاز الهضمي، كيكون كيولي كيشتغل بطريقه اللي هي قليله شويه. طيب اذا سمحتي دكتور عماد غادي نستقبلوا الاسئله ديال المستمعات والمستمعين ديالنا اللي ممكن انهم يتواصلوا معنا عبر الصفحه ديال البرنامج، على اللي يتواصلوا معنا عفوا عبر الرقم 05 22 77 24 24. غادي نرجعوا ايضا للاسئله ديالكم عبر الفيسبوك، ولكن من بعد الفاصل خليكم معنا على راديو اصوات. معكم الى حدود الواحده على امواج اصوات، برنامج لكل اسره للتواصل وطرح الاسئله ديالكم على دكتور عماد ميزاب، دكتور في الصيدله ومختص في تداوي بالاعشاب، 05 22 77 24 24. في الجزء الاول دكتور عماد تكلمنا على الثوم، على الفوائد ديال الثومه، تكلمنا على الطريقه الصحيحه للتخزين والحفاظ على الثوم، والاهم من هذا الشيء الحفاظ على المكونات ديالها وعلى التركيز. غادي نفتحوا المجال للاسئله ديال المستمعات والمستمعين، ولكن قبل التحقت بنا في الاستوديو سي محمدي اللي كنتلاقاو بها كل يوم من الاثنين للخميس في برنامج باغي تعرف. السلام عليكم سي هم. وعليكم السلام لمياء، اهلا بالدكتور عماد ميزاب بسيف الدين البلغيتي بالمستمعين والمستمعات الكريمات. طيب سي هم، باغي تعرف مجله يوميه اللي فيها كانت مع المستمعين والمستمعات على الاستهلاك اليومي ديالنا، يعني مجموعه ديال المواضيع المختلفه اللي تصب في الاستهلاك. طيب اليوم شنو الموضوع؟ اليوم غادي نتكلموا على موضوع مهم كباقي المواضيع طبعا اللي كنتناولوها. اليوم غادي نتكلموا على المنتوجات الطبيعيه اللي هي معروفه بالبيو، اللي اصبحت اليوم موضه وكاين اقبال كبير عليها، ولكن السؤال اللي كيطرح نفسه اليوم، واش فعلا في بلادنا كاينه منتوجات طبيعيه 100%؟ هذا هو الجواب اللي غادي كنقلبوا عليه وغادي نلقاوه مع الضيف اللي كيشرفني بالحضور وغيشرفني بالحضور، اللي جانا من مدينه مراكش، الاستاذ ابراهيم العنبي اللي هو مهندس فلاحي وفي الاصل هو فلاح في منطقه الجديده. نعم. اذا غادي يجاوب على كل التساؤلات ديالكم، تقسموا معنا تجاربكم، واش حتى انتم كتمشيو للمتاجر اللي كتبيع هاد المنتوجات اللي هي طبيعيه بين قوسين بيو؟ 05 22 77 24 24. ونخلي لكم المجال لاتمام الحلقه ديالكم لمياء والدكتور ميزاب. شكرا لك سي هم محمدي. كنذكر بموعد برنامج باغي تعرف من الوحده حتى للجوج. طيب غادي نمشيو نستقبلوا الاسئله ديالكم. مليكه معنا من مكناس، مرحبا بك على اصوات مليكه. مليكه السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا لالا تفضلي. غير بغيت نسول زعما على حتى عندي لي كواطو حاسس وهذا، واش ممكن ناخذ شنو تاخذي؟ ثومه زعما واش ناخذها في الصباح مع الحليب؟ لا ولكن علاش بغيتي تاخذيها في الصباح مع الحليب؟ واش الوصفه اللي عطينا ديال الثومه مع الثومه، الجوج دروس ديال الثومه اللي كنطبخوهم في كاس صغير ديال الماء، هذه الوصفه ياك واش تاخذيها ولا ما تاخذيهاش؟
داكشي اللي سولت. ماشي مشكل، ماشي مشكل، كلك تاخذيها ما عندها حتى شي علاقه ب يعني ما غدركش في 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 الغده الدرقيه ديالك وما عندها حتى شي تاثير اختي. طيب شكرا مليكة، مرحبا لاله. نزهه معنا من سوق الاربعه. السلام عليكم. وعليكم. اش اخبارك نزهه؟ لاباس؟ لاباس الحمد لله، بارك الله فيك. كيفاش ابراهيم؟ لاباس الحمد لله اختي، الله يبارك فيك. كنسمع صوتكم. شكرا. عندي واحد جوج اسئله الله يعطيك الصحه. عندي واحد السؤال الاول على حساب الثومه. عندي ولد عنده 6 سنين ونص وكتجيه الكحبه بعد الخطره مره كندير له واحد الريس ديال الثومه مع شويه الحليب وكنطبخو وكنعطيه له في الليل من كيبغي ينعس. واش هذه الوصفه صالحه ولا لا؟ فمن الاحسن، من الاحسن مثلا الوليدات الصغار نتجنبوا نعطيهم الثومه بهذه الطريقه، يعني نعطيهم كاع الثومه نطيبوها لهم في الماكله ولكن ياخذوها مباشره ولا كوصفه. من الاحسن لانك يمكن تاثر لهم على المعده ديالهم، فالمعده كتكون باقا صغيره ويمكن هذاك يمكن تسلخ لهم المعده ومن بعد يولي عندهم مضاعفات حتى الماكله ما يبقاش يقد ياكلها وتعطيه يعني بعض المضاعفات. فالمشكل ديال الكحبه بالنسبه للوليدات الصغار فكاينه واحد الوصفه، وصفه اللي كنعطيها واللي اللي النتيجه ديالها مزيانه وما فيهاش مضاعفات، اللي هي اللفت. كناخذوا واحد جوج لفتات متوسطين كنغسلوهم مزيان كنحكوهم بالقشره ديالهم وكنزيدوا عليهم جوج معالق كبار ديال العسل الحر. ما كانش عندك العسل الحر غديري معلقه صغيره ديال السكر كلاصي وغادي نقليهم في المقله كيتقلاو غير بشويه على عافيه مهيله حتى كيوليو بحال السيغو، يعني كيتعلقوا كيوليو بحال السيغو. كنديرهم في واحد القرايه اللي ما كتدخلش اشعه الشمس كنسدوا عليهم. وغتولي تعطي معلقه صغيره للوليد في الصباح مع منين يفطر وفي الليل منين يبغي ينعس، وداومي لي هذه الوصفه وان شاء الله غادي تعطيه النتيجه. ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا. السؤال الثاني اللي عطيتك سر، واحد الوصفه كنتي عطيتيها على ود بنت الاطفال وداك الشيء على ود الفقر الدم. واحد معلقه كبيره الكاكابير ونص معلقه صغيره الفوه وجوج كيت ما مغلي جوج كؤوس كبار الماء وكنخليوهم. هي بالنسبه للسؤال اللي عندي، واش الفوه كنطحنوها ولا كنخليوها هكاك عاد؟ لا كيخصها تغسل مزيان وتنشف بعدا خصها تغسل وتنشف مزيان وكنطحنوها وكنغربلوها في الغربه الرقيق، وهذيك هذيك التغربيله هي اللي كناخذوا منها المعلقه الصغيره. والكركادير يبقى هكاك؟ لا الكركادير اصلا غادي يكون بحال هكاك، الا لقيتو غير وراق بحال شكل ورده لانها هي ورده الكركادير فتا هي تطحن وتغربل مزيان. وشحال المده نعطيها له يداوم عليها؟ يداوم عليها مده ديال الشهر ان شاء الله. شهر. شكرا دكتور. مرحبا. شكرا. مرحبا بك نزهه. عندنا السؤال ديال ناديه كسوس اللي كتسولك دكتور عماد على الزوج ديالها عنده الفطريات في الاظافر. لو ماشي الزوج عفوا، هي اللي عندها الفطريات في الاظافر ديال الرجل ديالها، وقالت لك اسيدي كتستعمل الثومه ومن بعد الثومه كدهن بزيت الخزامه كل يوم. شنو رايك في هذه الوصفه دكتور؟ غير هو الثومه الا خديناها وحكينا على الاظافر فنحاولوا ان الثومه ما تقيس ليناش ذاك اللحم اللي كيكون في الجناب. فاذا درنا غير الاظافر مباشره ماشي مشكل. فهي غنيه بالكالسيوم من المواد كذلك المركزه في الثومه وكتعطينا واحد الترميم كتكون مضاده للفطريات. الا غسلناها ماشي مشكل ودير زيت الخزامه. يعني وصفه مزيانه غير تحاول ما تقيش اللحم ديال الصباع ديالها. ام دعاء كتسول قالت لك اسيدي بنتها في عمرها 17 سنه وقالوا لها صحاباتها الا بغيتي الرموش ديالك يبقاو ديما طوال خصكي تدهنيهم بالزيت ديال يا اما الخروع يا اما الثومه. بغيت نسول دكتور عماد على هذه الوصفه. اش نقول لك؟ زيت الخروعيه متفقين ولكن غير شويه وهي خصها تمسح ما خصهاش تبات بها لانها ثقيله. والخروع كذلك اخر ما بينت الابحاث انه الا مشات تطيح على العين فكيمكن يسبب لنا مشاكل في البصر. فمن الاحسن تجنبوه. اما باش نديروا مباشره الزيت ديال الثومه على العين، شوف شنو كدير في الجلده ديال الشعر، فما بالك الا درناها في هذه المنطقه ديال الرموش وتمشي تقيس العين ولا تقيس اصلا. الا درنا على الرموش غنحسوا بواحد الحراق في العين ديالنا اللي هو خطير جدا. فهاد الوصفات بجوج بهم تحاول تجنبهم. تكثيف الرموش، تكثيف الرموش فنستعملوا زيت اللوز الحلو، زيت البابونج، زيت بذور المشمش الا لقيناهم حتى هما كتكون حتى هما مزيانين، وشويه منهم وكنديروا مع الرموش ديالنا. طيب ناخذوا فتيحه معنا من الدار البيضاء. مرحبا بك على اصواتها فتيحه. فتيحه السلام عليكم. طيب بكم ترحب دائما على راديو اصوات برنامج لكل اسره. طيب غادي نمشي ناخذ السؤال ديال بسمه الامل اللي شفنا الصوره ديالها دكتور عماد اللي عندها مشكل قالت لك ديال بحال الحروق ديال الشمس في الوجه ديالها وبغات شي وصفه طبيعيه ورا هذه البقع اللي شفنا قالت لك العمر ديالها 8 سنين.
8 سنوات ماشي زعما اللي عند هذاك الموقع يعني في وجهها 8 سنين وما كاينين. نعم نعم بحال الكلف. نعم فعلاش انا علاش حيت الى اطفال مثلا ولا 8 سنوات الا كان عندهم بحال ذاك المشكل بحال هكاك ديال الكلف في الوجه فهذا راجع لبزاف ديال الامراض. داكشي باش استغربت لان كيخص طبيب ديال الجلد فهذه مساله باش كانت معلومه باش ندوزوها. بالنسبه للمشكل ديال الكلف اللي كيكون قديم فأكيد خصنا وصفات اللي غادي نداوموها مده طويله. فما غنلقاوش ما احسن من الوصفه ديال الخرقوم بلدي مطحون. الوصفه ديالي اللي كناخذوا فيها معلقه صغيره ديال الخرقوم بلدي مطحون ثلاثه معالق كبار ديال العسل الحر ومعلقه صغيره ديال زيت اللوز الحلو. ولكن عفاكم الوصفات اللي كنعطي تخاد بالمقدار وبالكميه ديالها لان كيتزاد فيها مواد ولا كدار بطرق اخرى ولا كيولي اجتهادات وهنا كتولي الوصفه كيمكن تولي تشكل خطر على الصحه ديال الانسان ديال الاخوات ولا ديال الاخوان كذلك اللي عندهم هذا المشكل. فنعاود وصفه قلنا معلقه صغيره ديال الخرقوم بلدي مطحون ثلاثه معالق كبار ديال العسل الحر معلقه صغيره ديال زيت اللوز الحلو. هاد المكونات كاملين كنخلطوهم مزيان حتى كيتخلطوا كنحصلوا على واحد الخليط متجانس. كنديروا هاد الماسك هذا على الوجه والرقبه مده ديال نصف ساعه وكنغسلوه. العمليه غنديروها جوج المرات في الاسبوع ونبقاو مداومين عليها حتى كنحسوا بديك البلاصه ولات كتبيض وما كيبقاش عندنا هذا المشكل ديال الكلف. طيب وعلى الفكره ناخذوا نجاة من ايطاليا. السلام عليكم نجاة. السلام عليكم. اش اخبارك لاباس؟ انا نجاة من فالنسيا اسبانيا. من اسبانيا؟ سي. مرحبا بك نجاة. شكرا ربي يخليك. تفضلي. انا من الناس اللي دوزوا الكوفيد. ايه اللي وصلت يعني 3 شهور في السبيطار و41 يوم في الانعاش. والحمد لله على السلامه. الحمد لله على سلامتك. انا باقا يعني منين خرجت مارس انا باقا متبعة التريتمون ديالي الدوايات مجهدين. الله يشافيك. شكرا. غير بغيت انا من الناس اللي بيو من هذه 21 عام ولا اكثر دائما كل شيء ديالي بيو والدواء كل ما كنشربو الضمير ديالي كيأنب لي بصراحه لان دويات مجهدين منهم الكورتيسونا واحد انتيبيوتيك واحد الدواء ما نقولكمش عاود الثالث. بغيت شي حاجه اللي تزيد تعاوني تنقي لي صدري لي بومون ديالي تكون يعني الا كانت على اساس الثومه ولا شي حاجه اللي كيعرف الدكتور عماد. نعم. فاول حاجه الحمد لله على سلامتك. شكرا الله يسلمكم. وثاني حاجه هو راه حداك تما واحد العلاج واحد الدواء اللي هو طبيعي اللي مهم جدا اللي هو البرتقال. كنعرفوا منطقة فالنسيا بان فيها من اجود الانواع ديال البرتقال في اوروبا. فغير البرتقال بعدا بوحدو غتستافدي منه غادي يعطيك واحد الفائده كبيره. ومساله اخرى ان حتى في اسبانيا العسل موجود يعني والثمن ديالو والثمن ديالو مناسب فلهذا علاش هادشي علاش قلتها لك. فكيمكننا ناخذوا معلقه صغيره ديال الخرقوم بلدي مطحون كركوما معلقه صغيره ديالو كتخلطيها في ربعه ديال العسل الحر ياك؟ ربعة يعني 4 كيلو 4 كيلو 250 غرام ديال العسل الحر كتخلط مزيان معاه وغتزيدي فيها معلقة كبيرة ديال الكمون. كمون اييه يتخلطوا واللي تاخذي معلقة صغيرة في الصباح وفي الليل وداومي عليها وان شاء الله غادي تعطيك نتيجة. مائدة خاوية عمراء ولا كيف ما كان؟ مع الفطور شوفي الوقيتة اللي غتناسبك انت هي غتاخذيه ما كاينش مشكل فهمتي. ولكن الدواء ديالك بقاي متبعاه حيت الكورتيزون ولا مركبات الكورتيزون فهي من بالعكس فهي ربي الهمها لينا والابحاث بانها من المواد اللي ولات كتعطى في العلاج ديال كوفيد واللي كتعطي نتائج هائله. لا انا يعني فهمتي حيت علاش شوف باش نشرح. نعم باش مزيان انا عجبني من طرحتي هذه المساله هذه باش حتى الاخوان والاخوات يستافدوا. راه كيولي المشكل ماشي في كوفيد. كوفيد كيتعالج كاين اللي كيعطيه مضاعفات ولكن كيدخل للذات وكيخرج. كاين دابا ما وجده العلماء اللي دابا اخر ما كاين واللي كتنص عليه منظمه الصحه العالميه كيتسمى لو بوست كوفيد ان العلامات او الاعراض ما بعد كوفيد. الانسان كيتشافى وكيبرى ولكن كيبقاو اعراض وهاد الاعراض كاين الناس اللي كتقدر تعيش معاهم حتى العام باش الناس ما تمشيش غلطه ان غير صافي دازت. منهم كيمكن يكون مضاعفات على القلب منهم كيمكن يكون مضاعفات والتهابات على المستوى ديال الرئه والكلاوي حتى هما دابا مع الاسف. فهادشي كامل منين كيبغيو يحافظوا عليه كاين مجموعه ديال الادويه اللي كتبقى كتخاد ومجموعه ديال التدابير كيخصها تتخاد. اذا الانسان ها هو برا من كوفيد
ولكن على الاقل واحد الشهرين ولا ثلاث شهور حتى يعني ثلاث شهور يحاول يحافظ على راسه كما دابا كدير الاخت ديالنا، يدير تغذيه متوازنه، ياخذ مواد طبيعيه وما يجهدش على راسه، ما يهزش واحد الثقل اللي كيكون كبير، ما يديرش واحد المجهود اللي هو كبير، باش الحمد لله ديك المرحله غادي تدوز مزيان والامور غادي تولي بخير ان شاء الله. الله يشافيك، نجات الحمد لله على السلامه مره اخرى. سؤال ديال فتيحه غادي ناخذوه معنا هي على الخط من الدار البيضاء. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بك فتيحه. لاباس عليك؟ بخير دكتور عماد. الحمد لله اختي، الله يبارك فيك. بخير. الله يخليك الدكتور عماد، شي وصفه الله يستر عليك، يداوي الساقين، عاصره الحريق، الحريق ما كانت عليه لا نهار، كنوقف شويه وكيضروني، كيما جلست كيما وقفت نفس المشكل، الحريق فيهم بحال هكا. دابا كنت ندير خل التفاح كندهن به من الليل لليل وشت ما دار لي والو. واخا نسولك اختي، واش شتي شي طبيب ديال هذا المشكل هذا؟ لا، شحال هذا فاش وكان قال لي باش ندير دوك لي باري باش يصفق لي دوك العروق وداك الشيء، وخفت وتخوفت منهم يا دكتور. هادشي علاش؟ لا شوف، مسألة ديال اللي باري ولا الطريقة دابا باش ولاو كيتستريطاو الدوالي فهي تطورات. نعم. ما بقاش داكشي التقليدي اللي كتعرفي قديم. نعم. فهمتي؟ نعم. وهنا دابا من وصلتي للدرجة ديال الحريق، وهذا الحريق اللي كيكون مزمن بحال هكا فضروري كيخص تدخل طبي اختي، لأن شوف أنا نقول لك. نعم. لأن العروقة ما معاهمش اللعب. نعم. لأن إلا الدم ما بقاش غادي يمشي بواحد الطريقة منتظمة في العروقة ديالنا، كيمكن يضرب لك القلب. يمكن يضرب لك ايد. ناخذ هذاك الكومبريمي ديال داوي الساقين، داك اللي بواط الزرقاء. عرفته، ولكن كناخذ ميل كاع ماشي تا، ولكن كيخص، ولكن دابا المشكل واقع الحريق، البوله حمراء شاعله كما كنقولوا، يعني هنا داك الحريق هو اللي كيدليل على اساس ان كاين التهاب مفرط. فهمتي؟ والمرافقه الطبيه غتمشي عند الطبيب ديالك، وما عندك مناش تخوفي من هذوك الشوكات، لان كاين تدخلات جداد دابا والعلم تطور، حتى الدواء هو تطور، وما تخافي والو اختي. واخا دكتور ما كاينش شي وصفه اللي غير وصفه، نعطيك المساعده ماشي مشكل. الله يستر عليك. نعطيك وصفه المساعده، فخذي معلقه صغيره ديال الزعتر. معلقه صغيره ديال الزعتر. ورقه ديال سيدنا موسى. ورقه وحده. اييه. ديريهم في واحد الكاس صغير ديال زيت الزيتون. تحطيهم فوق العافيه حتى تطلع الغليه الاولانيه، من بعد كنطفيو عليه، كنخليوه ليله وكنصفيو داك المحلول، من بعد كناخذوا شويه من هذا الزيت وكندهنوه واحد المساج خفيف، ما نبركوش، مساج خفيف عكس عقارب الساعه، من تحت ديال الرجل حتى الفوق في وفي البلايص اللي عندنا فيهم الدوالي، وكنباتوا به وكنستعملوا كل ليله، ولكن مع زياره الطبيب أكيد ومؤكد إن شاء الله باش هذا الأمر ما يبقاش. شكرا لك دكتور عماد ميزاب للتواصل معك دكتور. الصفحة الرسمية ديالي على الفيسبوك جرين فار، رقم مهني 06 61 28 99 78، أو القناة ديالي على اليوتيوب دكتور عماد ميزاب. شكرا موصل أيضا سيف الدين بلغيتي اللي رافقني في الإخراج.